تاريخي هندو وحيوك على سارن أبترسين النبي عليه الصلاة والسلام صدق حقيبات أيوك على سارن أبترسين النبي محمد عليه الصلاة والسلام أدي أدي مهم تداو ضيال هذين هذك المسلمين تأين إنه أوجانو برانو أيامه هي معلمه ونولا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وين برانا شنو بدي داو ضيال ملك سود الدنيا نقل سعتان دافه الدنيا كسر دواد البرنامج كني سويال كدنيا الإسلام كا برنامج كني أو آلاء باك داو تان تي في جا عتك برجا أفريقيا برنامج كن أما حلقة دني داو ضيال وحلقة دي أفراد البرنامج كنا سويال كدنيا الإسلام كا حلقة دي تنكهر رسي أصدق هذا واحد نقصه فلان قيني نو محمد عليه الصلاة والسلام للشديد سيكهر دعوين كيقومهم سناء دعي ما أنت وحلقة دناتي أفراد واحد كجش كنت أن هدي الله ودل الجلادو أريم مهم أه ونبي محمد عليه الصلاة والسلام لحريرة أريمها سوى حوجه ريا أبترسين تنام محمد عليه الصلاة والسلام أدي أدي مهم تداو ضيال هذين هذك المسلمين تأين إنه أوجانو برانو أيامه هي معلمه ونولا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وين برانا أبترسين تيسا دائرتين يا مركا عرورتين أنا إنه كبر كأبابنا إني أبترسين النبي قيبان عليه الصلاة والسلام وحوجه ريا تاريخي هندو وحيو كلا سارن أبترسين النبي عليه الصلاة والسلام صدق قيبوت أيو كلا سارن قيب وحلا يراه ذا لقب الأب محمد ابن عبد الله لقب الأب إلا أي اللي جارسين يا عدنان إن أنت هسي صح تهي بقولك وبقول والله با حديث صحيح وإمام البخاري سو ورينينا ينوس وصارينا ويكوسارو وحلا يراه ذا عدنان وحي كذب بيا إلا إبراهيم لا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لجارسين يو شكي با كجرو وح صحا يا وح خلد لبدبا ولاغا يابا مغاعيدا قير كودو سوارورا ان لاغا هلو قيبتا سدحاد وحا يلهدا وا ابراهيم marka la si dhaafo ila nabi ilahi adam dadka gaarsiya ta ama qaybta ugu dambaysa ee ibraahim ila aadamna waxaan shaki ku jirin in ay muran badan ku jiro isla markaana magaciye qariib ah oo aan la qiyaa la sheegi karin run yihiin in kale in ka buuxaan marka qaybta ee ugu horeeyay waxaan baraynaa qaybta la hubo ay abtirsiinta nabiga kaleey salaatu wasalaam ee la xaqiiqay xadiiska saxiixa uu ku saaro waxa ka bilaabmaysa maxamed ibn abdullah ibn abdul muttalib ibn hashim ibn abd manaf ibn qusay ibn kilab ibn murra ibn ka'b ibn lu'ay ibn qalib ibn fihr ibn malik ibn nadar ibn kanana ibn khuzaima ibn mudrika ibn ilyas ibn matar ibn nazar ابن معد ابن عدنان وعدنان نوحها من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام إسماعيل نوحها إنك أولي نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام انت أسي وإنت الله به وإنت يتحيد معنا إنا نبرنا نبي محمد عليه الصلاة والسلام أبترسين تيسو أما النسب كيسو وحاكي وقشرفت بنا هذي عيدون شايقان كرتو لان ديرها وحي سومالو ترادا أما دلقف kaso jeeda meel aad u qiimo badan hooyo aabo wanaagsan dhaleen Allah ilaahay wuxuu ha nabiyullaahi maxamed kaleey salaatu wasalaam wuxuu ka dhashay nabiyullaahi ismaaciil ilaa nabiyullaahi ibraahim buu kaso jeeda duriyadiisu sidoo kale nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam laba arimood buu u dhaxeeyaa waa ajibitaankii iyo aqbalaadii ducada nabi ibraahim kaleey salaatu wasalaam iyo bushaareyntii nabiyullaahi ciise kaleey salaatu wasalaam oo taasi say ku dhacday nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam isaga sheegay wuxuu yiri أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى أنا وحنا بريد النبي إبراهيم إلهي وبريء إلهي كسر صار ومضى إذا أما ومضى سقف مركا رسولا ويجا كم ذا وإلهي أقبله إسلام مركا بشارين تي ولا لك عيسى يسقنا وكسي بشاري اللي بيوضب القرآن الكريم كأيان كأرجنا وكان النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم كإلهنا وبشكينه ربنا وابعث فيهم رسولا ونبي إبراهيم بدعيني ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم نبي عيسى وكسي بشارين يا إنه محمد صبح دون عليه الصلاة والسلام وإسنا إلى القرآن كوحك بشكي وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين أنا قد بضي والنبي محمد عليه الصلاة والسلام أحمد ومقعيد النبي متكمل مركز النبي محمد حليه
أنو حاني دعودي يمرك بريدي أباهي إبراهيم أو إلهي أقبلي يبشارنتي ولالك عيسى أو إلهي أقبلي نبي عليه الصلاة والسلام مركان نسلك يا أبترسين تأدك وقيمها بدنله أيوك سوتشيدا واحد علي عبد الله أو أها عبد المطلب عروتي سكي وقتش على دمعا وحا ومركا يعني عبد الله وحلي عبد المطلب وقوري إن كيس عبد الله ومركا دادي سوي أهدي وريدبا مدام أدوش على هروب وقوري وحان وقوري دمر كي مقالة ما كنا ولا دمر كي عربيت كو وقو قيمة بدنا ما وش رفت بدنا وحلو نشري آمنة بنت واحد أيا لو نشري تبى دمر كو مركا وحويان وقوري أو مركا وحويان قرشدي أيا مدر با موسين ولاينة واو انت عبد الله نبي محمد عليه الصلاه والسلام ولي اندل او على شو كجرا ايو ابي دنت ساوجد اغونيمو ايو نبي كو سوكر عليه الصلاه والسلام وحنا لاغو اسي مغالده مدينه ابتياشي اكتيسا قبيل كي لون جير ري بن نجار ايا لاغو اسي هلكا مخو كدون ان رير مكي هاين ابي هلكا و خو تغي غناسي شام يمارت دلكا لو تغي جير قريش تو تغي جيرتي ايو تغي دنا اسغو سو لابانيا اي غيرد يمودكو هلكا كو هلاشي هلكانا وا لاغو اسي لكن سي وحو رحمك آمنة كغتغي شخص يغم براكيسان اي دوندا وحكا بدلي اي اه نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام نبي محمد وحو رشي سيد الله الشيخ خلاف الآن علومة تاريخية هندو عيسكو وفقسين مال الاسنين وحانا اوبادين لبئي توبانك بشر ربيع الأول انو رشي سند كي عام الفيل سند كي مروديغة سند كي اللي تشبيي نمكي صور ركع عبادة اي اصحابتي مروديغة ودتي een wuxuu ku dhashay baa la yiraahdaa guriga Abi Talib waa adeerkii weeyaane oo ahalkay deganaayeen reer Bani Hashim Nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam markuu dhashay farxad weyn baa qoyskooda ku soo kordhay waayo aabihiina uu dhinto nin agoona ayuu hayaa marka ninkii dhintay inuu tafir ka tigay inana ayaa aad iyo aad markaa loo jecelaystay Nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam markuu dhashay awooga Abdul Muttalib aad buu ilaalin jiray aadna ugu xanaaneyn jiray تدفر بضم ما كقيب قاتل النبي عليه الصلاة والسلام إلى لنتي سيحنانين تسجعنك جيسته وحكمتها قبر لبوم مجاعب تشري أم أيمن أو أحد قبر أدون أه أو أبيه وكرنت أيام بأبيه كتير وحكله والنبي الناس كود ويا مدد كي شخصية كمدها قبر لبوم مجاعب تشري ثويبة الإسلامية أو أي دون أحد أدون ولها أدير كي أبي لهب إنك عنكها إذا كي لا تقال من طبعا كمدها كدب نبي عليه الصلاة والسلام وح تاريخه أبو بدن لقاتي أو وح وين سوق عن قتيه مسوكري جبردي لقوم جعابي شري حليمة بنت سعد حليمة السعدية أو كسو كدة رير بن سعد نمك لقوم جعابي شري قبل ناس شيء كده وح هيد عربت وح لقناهان يا عادهان يقول هاين عروت يرير إن ميجا لاترا ميجا إن لاترا سوبت ميجا مركب مجال ده لقى كحنشر هذي شر عليه miiga sababta lagu daraya waa laba qodob qodobka koowaad in jirkoodu u koro oo korriin hawada saafiga ah ee furan inay helaan ee inta badan magaalada ahayn xanuunada ay ku yaryihiin dadna carruurta ay koraan waa koob laba in ay afka bartaan iyo luqada luqad waliba sax iyo ereyadeeda qumani waxay yeelan meesha la yiraahdo miiga iyo baadiyaha sawge arabtu carruurta waxay u diri jireen miiga xataa waxa train iyo tababar baa laga soo saari jiray si carruurtu noqdaan carruur adag oo nolosha u babacdhigi kara een koox marka reer Bani Sa'dna waxay caan ku hayeen inay dumar soo diraan dumarkaas oo irmaan oo iyaga laftooda carruur jaqsiya laakiin waa dumar shaqataga oo carruurtooda dhinac ka jaqsiinay carruur kale inay jaqsiyaan bay doonayaan magaalada Makkah ay yimaadeen een gabadh waliba waxay markaa doonatay inaan aabihii nool yahay inaan aabihii nool aqoonahayn oo dhaqaale fiican ka sameyn karto ayay gabadh waliba u baahnaa Halima Saadiye een iyadu maalintaas waa loogu soo hordhoreeyay dhamaan carruurtii marka kooxbay ku socdaano guriyahay tagayaano carruurta yar ee dhashay markaa qaadanay Halima Saadiye waxa ay aakhirkii iyadu nasiib u heshay Nabii Ilaahay Muhammad (Alayhi Salaatu Wasalaam) laakiinse kumay niyad sameeyno aabihii maadaama uu dhintay waxa ay markaa aad ugu walaacsanayd in lacag lagu siin doonayo in kale iyadoo markaa ka noqonaysa oo shaka badan ka muuqda ayay iska qaadato faramarnaantu bay naacday inay sida reerkii ay u soo shaqo tagtay kula noqoto iyadoo ubad sideen markaa way iska qaadatay sidaas markaa u tagtay Nabi Muhammad (Alayhi Salaatu Wasalaam) agteeda wuxuu joogay muddo sanad ah
وحانو قاتي نولوشي سقي مهمة أي برتاك سو قاتي ومركي دمانا سامين كيالت نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحاقف أفتها ندد كان فهنسية هذا إيه تيرا وحوك هذا يلا بع على اسمه ودين شنو بلا يلا هذا أما ما يدعين لبقى فون نبي قد جسنا يا إنه متك كلا وجا مرتيو نبي قال عليه الصلاة والسلام وحوري تسأل هني ولا هذا بالمحولها أما يقول عليه أما ما فهم ما يدعين قف والبا كيري كوين كريمي جاي كريم مقال كه أضيق إياه دل يرد بقى دمر كيها وين كه سيس كمدة أيو حفه سنجري مك أبو بكر ما نقول كور نبي الله أفتهم باتي شو وايو أنا قو كوسو كري خير بن سعد يميجي هلك اللغة العربية السحدي رنتي إيطالي حليم السعدية وين أقولش كين سو حلا ده هاي إن مركي مركا أنسا وقاتي محمد أوير أنا قو كعلو في يومين بان قاتي أنا هاي قوي راين وقبل أنا يربانها إن مرت وحوي مركي بعانه أيا فربضن بان درامي وأدي هذا بضن وبركة النبي عليه الصلاة والسلام أنت نحن سي سعدينا بركوين ووين أيان كارك مركن قولي جيجينا سندد يقولنا لتشوغي خيري وناك كمان نبحن حولها يقو ويدرري ترين وعانا بضن بالاقل سي ترين يقول لتشوغو حلي أبارة إلا عروتي كالي إديغان كاك دويدنا لقو عنا نترين حليم السعدية يحريركو ده هلك أرقي حولها تاتيان يدون كنا جي أو تاتيان لكن سي وبركو أيا كوشرتو وبركة النبي محمد عليه الصلاة والسلام marka uu muddo joogay ayaa muddo ka dhamaatay lagu heshiyo laba sano ah heshiiska markuu dhamaaday waa inanka dib ugu weeyo ciliyaan yadoo odageedii ayaa israacayo safar dheer oo magaalada makkah ay u soo baxeen maxamed nabi maxamed naxariis salaatu wasalaam way soo kaxeen oo daa yar hooyadii bay u keenay iyagoo markaa doonaya in muddo kordhin loo sameeyo oo muddo wax loogu daro waliba xilliga waxay ku soo beegmeen hooyadii waa amina bint wahab oo xanuunsanaysa oo jifta iyo magaalada oo safmar hanu dadka oo dhan ku wada dhacay oo ka jira magaalada Makkah dibadna waxay ku dhahdeen aan aaminay wada aragtay magaalada safmarka ka jira adiguna waa adiga xanuunsanaya waxaanu jecelahay inanka inaad la raaciso oo u dibno raaco oo muddadan aadno kordhiso way ku celceliyeen ugu dambeyntii way u ogolaatay way socdeen iyadoo odageedii waxay tageen meeshii deegaankaba ku noqdeen reer Bani Saad degana halkii iyaga oo markaa muddo 3 bilood 4 bilood lagu qiyaasay ka sii maqan aya maalmaha kamida nabiga kaleey salaatu wa salaam waxa ku dhacday dhacdan la yaab leh wa dhacdadii aad wada maqashaynay ahayd nabiga in qaliin lagu sameeyo laabta laga sameeyo wadnaha oo xubno jirkiisa kamida la soo saaray la mayray dibna dib loogu celiyo qaybna laga tooray ba oo laga saaray sheekadaasi waxay ahayd iyada inoo warinaysa waxay leedahay iyagu carurta ku ciyaarayaan dudada ama maaragta waxa weeyaan sabada sabada waa halka ku dhow guriga iyagu carurta halka ku ciyaaraya ayaa waxa u yimi qof bawi marka waa malag dabcan laba malag weeyaan way qabteen maxamed kaleey salaatu wasalaam oo ilma yar ah dabatna way qaleen dadna waxay ka soo saareen qaybtii shaydaanka ka tuureen kadib way ku celiyeen qaliinkiina maartay waxa uu dibna way u taleen nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam hatta calaamadii anas bin malik wuxuu leeyahay calaamadii qaliinka hatta waa lagu arki jiray jirkiisa oo wali waa la sii arki karay qofka eega een dabadna arurtii uu la ciyaaray kala iyagoo yaacay ayay gurigu yimaadeen Xaliima Sacdiya iyo maartay odageedii bay ku raahdeen marka waxa weeyaan Maxamedkii walaalkay ahaa ee reer Quraysheed waxa weeyaan uu dhintay oo waa la dilay niman baa qabtay oo caynka ku sameeyay iyagoo aad u naxsano amaanadii loo dhiibay ka warwarsan ayay soo yaacay Xaliima iyo odageedii dadna Nabi Maxamed Cali Sallallahu Alayhi Wasallam bay u yimaadeen isagoo marka midabkiisu bedelan yahay oo aad u naxsan nabigu kaleey salaatu xaynka ayuu qabsaday Xaliima isagoo ooyaya iyaduna aad bay markaa u baqatay oo ooyday waxaanu tiri ii warano wax ku waramayee laba nin baa yimi way jiifiyeen waana ay qaleen halkaas ay waxiga saareen waana ay ugu celiyeen kadibna saasay u tagen calaamadina wata iyadoo ogeedii waxa Xaliima ayaa tashaday waxay ilaahdeen ilmaha yar khatar buu galay amaanana uu inagu yahay hooyadii min dib degdeg ugu celinna safar dheer bay markale dib ugu noqdeen iyadoo 4 bilood baa ka soo wareegtay xilligi ay dalbanayeen muddo kordhinta way israaciil magaalada markay gudahaad ay tageen aamina ay u tageen aamina markay aragtay inay markiba soo laabteen ayay markaa damcan mar jidhi horaba uma sheegin waxa ay inankaaga waka uun bay ku raadeen waan soo celin waxa tani maya ay sheega sababta aad markiba u soo noqoteen hada iga warama way ku celinaysa aakhirki waxaan kaaga warinay mushkiladda caynkaas iyo dhibaatadaas ayaa ku dhacday waxay tiri hooyadii
خير بولا هلا دوني وانا وح ونكسن ونبقل مايو مستقبل كسن وح نغضنا إن المستقبل آدي هذا قيمة بدن مركي عند اللي يجي مركا دلمدي سياسي ده أي كشة كيس مركا دعده داس نبي عليه الصلاة والسلام لقلي يو ماركت وح ويا يعني حليم السعدي وإلهي ودورين نبي سوق هذا طي وح لمدك وحنك قادنا أن أفر قضبنا كقادنا وح وجه ريا بركة نبي عليه الصلاة والسلام وحاي كسب بحذي كصيف بحذي حليم السعدي الشيء كستويك عندك وهيسي بركة إلهي قلي لبا إلهي نبي سينو إلهي حفتنا يبعد أرك كرسا ويو أو ماشى وتجاب أدب الله بتشعله نبي محمد عليه الصلاة والسلام حليم السعدي أدب وتشعله إلهي بتشعله قلي أوجي عبد المطلبنا أدب وتشعله أو حتى عروتي سو كسر لو يسن شري القف كسر نبي كسر حنا يعني يبع إلهي تعال بوجلنت مرك هو إلهنت إلهي لأن محمد عليه الصلاة والسلام أيام كقادننا صدق عليه وحويان وحي إلهي كطورة ما رت وحويان إنه خيري هاي بعد أيد أركي كرسة وتسو مالد هرايرن شرين إلهي وطورن كرمينا أدوك نطور وحكمة أهدي أدو قيمة بدن حليم السعدية ما يتعالى إن قادت إن كان أقومك لكن إلهي بطورة تبى ترى خيري برادة أي نقطة وكي لها قرآن كنمك كله وحلقة يا بشين إن هذا استلاده وحسو كون أكسين لكنه شركو يهي وحشير كرا الشيء هذا استلاده وحسو شربو كوي لكن خير كوة أدو قرر مست مركا إله نوطور أي نورن أنه طورن كرمين قضب كاس تحادة لك قادن كريو حوية بادي هاي ميقو سامين تكولي حق عافماتك نفتو إنه ساف النقطة وادقارتين حتى عربت ميق لقاك هنا ويكا تعليم في عينيهن عروت مجالد كوكرتي ويكون مجالد وحنا يتعاون يعني حيوا فربضا يدق نحن أي مجالد كتير لكن ميجا في تردي صحة حيد أي كتير أوقف والبا حلوه ذنب الله ترى هبين كنا مصيح ذا مالو مارت عدق كيس في سهادسة يعدق كيس الدود منا الله ما كلمه وحكلون كارك كرنا قلين كنا بمحمد عليه الصلاة والسلام لجسمي اللاب تلاجسمي وعلامة شجسة لو ديار غرينيو رسالة وين إنو حنبار أو نبي نقنطونا برنامج كيني سويالك الدنيا دي إسلامك أو أنمانتا حلقة ديني أفرادك قشي كيني نبي محمد عليه الصلاة والسلام يقابك يددكي سوح حناني يماركا وحن دلشدي سيما يو دعدادي مارتا وحن قلينك اللقو سميي ماركو لتشوبي رير بني سعد انتاسين كسوق بقوينا برنامج كنوكلا انتان شقو مرانا وحن دكتغي سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان هو بريمير ولد لعبه ودر صاحب كذا وقعد يجوا مال كستا كوبي حبي لشة ودر هنا لقاعد صادر مال والبا كمعمولة أكون كذا يكار كذا بريمير بانك لسه دكمانته أكو ماري كون هرمري نلاش هذا نقاله بريمير ولد.